صباح الفل والياسمين. أول شيء بتحب الجوافة دكتور عهد ولا شو وضعك؟ شاكين ومين ما بيحبها بصراحة ما بحب الجوافة. أي والله رهيبة. طيب يعني كلنا بنحبها، فاكهة رائعة جدا وشتوية امتياز خلال فصل الشتاء، وبتشعرنا عن جد انه المكان رائحته تصبح اكثر رونقا وجمالا. لكن بصراحة يعني هل يعقل ان يصل سعر كرتوني الى تقريبا 450 قرابة $130 وان يتم بيع هذه الكرتونة كإصدار أول في مزاد علني؟ يعني كيف نقيم هذه الحالة التي حصلت في إحدى المحافظات؟ يعني اولا انها تباع الكرتونه الجوافه ب 415 شيكل، طبعا شيء غير منطقي قطعيا. ولكن يعني ما حصل انه زي ما ذكرتي انت انه هي عباره عن بيعت في مزاد. في كثير شغلات تباع في مزاد هي اللي تساوي قيمتها وتحصل على قيمه عاليه. وهذا يعني هنا يعني دعيني اقول ان المزارع لا ذنب له في الموضوع، ان بيع يعني عندما قطف المزارع كرتونة الجوافة أو صندوق الجوافة هو لم يتوقع أنه راح يبيعها ب 400 شيكل أو ب 415 شيكل، هو توقع أنه بيبيعها بسعر محترم، ولكن باعتبار أنه ما فيش جوافة حاليا هو توقع أنه بيبيعها بسعر محترم، ما توقع هي راحت على المزاد. المزاد عمل فيك الجوافة بالشكل، اولا يعني هي لانها يعني شيء نادر حاليا يعني مش موجود تقريبا، رغم انه يعني يوجد حبي هنا وحبي هناك. هذا الكرتوني او الصندوق هو عندما قطفه المزارع هو لم يقطفه من شجرة، هو بالتأكيد قطفها من دنم كامل من الجوافة، وبالتالي هي ذات سعر عالي جدا. والشيء الآخر والمهم أن الجوافة هي ليس صنف أساسي على المائدة الفلسطينية، وبالتالي هنا يأتي ذنب المواطن الذي أو المواطنين اللي عملوا المزاد أو المواطن الذي اشترى صندوق الجوافة. الجوافة ليس شيء أساسي، هي ليس بندورة، هي ليس زيت، هي ليس أشياء أساسية على المائدة الفلسطينية سواء الآن أو في موسم الجوافة. هذا من جانب. من الجانب الآخر أنه يعني هو يعني خلال شهر تقريبا سيكون هناك جواف وفيري، وبالتأكيد مزارعين الجوافة سيكون مناشدتنا ومناشدة ذات الجهات ذات العلاقة أنه بدنا تسويق، لأنه راح ينزل سعر الجوافة، وهذا اللي احنا بنعمله سنويا تقريبا في كل موسم من مواسم من المواسم، سواء الجوافة نسوقها في مناطق الباردة في الخليل أو في بيت لحم أو العنب بالعكس عندنا وهلم جرة. طب من يبرر دكتور عاهد بيقول يعني في هذه اللحظات في رسالة بتوصلنا من الأخ بشار السالم يسعد صباحه بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم. طب حرام ينبسط الفلاح مرة؟ هيك بقول. أنا طبعا موقفي واضح وصريح، وأنا بحكي دائما إنه أنا دائما مع المزارع، مع الأسعار العالية للمزارع، مع إنه يستفيد أكثر وأكثر. والسبب إنه هناك يعني المزارع هو يتعب طوال العام، وهذه الجوافة أو غيرها هي أشياء موسمية تأتي في موسم معين من السنة، وباقي أيام السنة هو يقوم بخدمة بيارات الجوافة. إحنا بنحكي لما بنحكي عن جوافة في قلقيلية بنحكي من شجرة، بنحكي عن بيارات، وبنحكي عن عشرات الآلاف من الأشجار. المزارع دائما مظلوم، يعني إذا بناخذ إذا غلي سعر البندورة بنقيم الدنيا ولا بنقعدها. طب لما ترخص البندورة بسأل عن المزارع، ما في حد بيسأل عن المزارع. صحيح. وبالتالي يعني أنا من أنصار إن المزارع ومن أنصار الأسعار العادلة حتى يتمكن المزارع من الاستمرار في البيع. والسبب في ذلك يعني أو النتائج واضحة، النتائج هي بتقول إنه في عزوف كبير من المزارعين عن الزراعة، يعني نيجي على الخضار، خلينا نقول على سهل الشعراوية أو سهل طول كرم. اليوم السهل أصبح فارغ من المزارعين، ما في مزارعين، في توجه كبير على الداخل المحتل، والسبب انه في تذبذب في الاسعار، في خسارات دائمه. المزارع دائما يعني لا يحقق الارباح المرجوه، وبالتالي هو لا يستمر
لا يستطيع الاستمرار في زرعته، لانه كل زرعه لها احتياجات كبيره، والمزارع مش قادر يحققها. لهيك بروح هو بيشتغل باسرائيل، بيجيب 300 400 شيكل يوميا. اما يعني باقي ايام السنه هو المزارع اما يعني في فتره معينه ترتفع الاسعار ثم تنزل الاسعار وتعود الى يعني الى دون الحد المطلوب، وبالتالي هناك بحقق خسارات، فبيطلع المزارع باخر السنه مديون، مديون لماطور المي، لمحلات الادويه، لمحلات المدخلات الزراعيه. كل هذا بخلي عند المزارعين يصير في عزوف عن الزراعه. هذا يستطاع، احيانا هو لا يستطيع لانه عليه ديون كبيره بده يسدها، وبالتالي بده يستمر بالزراعه بدين جديد وهن مجرى. نعم، اذا اردنا ان نقيم الوضع، وضع الانتاج الفصلي في مزارع الجوافه، وانتم ربما على مقربه من المتابعه مع المزارعين، هل يبشر بكميات جيدة، بوجود إنتاج جيد في المزارع الفلسطينية؟ نعم، المزارع الفلسطينية هي تتركز على مزارع الجوافة، معظمها في قلقيلية، هناك ليس بالكثير في طول كرم، هناك متوقع أن يكون في إنتاج جيد. موسم ممتاز كما موسم العام الماضي. المتوقع انه العام الماضي لم يكن لدينا، بالذات العام الماضي لم يكن لدينا اي مشكله في موضوع الجوافه. بيعت الجوافه جميعها باسعار عادله ومرضيه للناس ومرضيه للمزارع وبيستفاد. هناك احنا يمكن مستمعينا طول كرم لما بيحكوا عن الجوافه بنحكي احنا عن قليل من الاشجار، مئات او عشرات الالاف من الدنومات في قلقيلية تزرع بالجوافة. هذه الاشجار التي يعني هذا يعني تشكل مصدر دخل حقيقي للمزارعين، واحنا نتمنى طبعا على كل المزارعين ليس جوافة ان يكون لديهم موسم جيد وارباح ممتازة تمكنهم للاستمرار في الالتصاق بالأرض اللي هي أساس صمودنا. نعم، إجمالا نأمل إن شاء الله موسما وفيرا وطيبا لكل المزارعين، وأن يكون في مختلف السلة الغذائية الفلسطينية في الأيام القادمة والفصول القادمة وما يتلائم معها. إجمالا بين هذا وذاك، تبقى هذه المعلومة هي التي عنونت على رأس العناوين عبر وسائل الإعلام. إجمالا أشكرك على هذه المداخلة والتوضيح.